معلوم يساند مألوما. فيد علي الفلسطيني البالغ من العمر 14 عاما لم يمنعها جرحها ولا ألمها من دفع كرسي مهند مبتور الساق، كلاهما رفيق ألم الحرب ومعاناة ما بعدها. إنها حرب غزة صاحبة أبشع مآسي حروب الوقت الحالي، والتي روى لنا علي مشاهدها الصعبة التي تؤكد على أنها واحدة من أسوأ جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأكد لنا أن القدر جمع بينه وبين مهند في مصر في ظروف جسدت صداقة حقيقية لا تغيب حتى وإن غاب عن أرضهما التي نشأ فيها. أنا كنت قاعد على باب بيتي بلعب مع أصحابي، فجأة يعني ضربوا دور بعرفش يمين، ف يعني مشهد قطع أصحابي طارن علي، أنا اللي لميت قطع أصحابي، وأنا جاني حجر في رجلي وأشجع حجر في يدي، وأنا عندي كمان عندي كانسر في العظم. المعاملة حرام، جاي كويسة كلهم حرام، معاملة كويسة بقدمونا فطار وغدا وعشاء كل حاجة بقدمونا، يعني نتشكرهم على هذا الجميل اللي عملوا لنا إياه، إن شاء الله حنرد لهم إياه. أحلام بدي أحكي لك كلمة، يعني أطفال غزة ما عندهم مش حلم، ما بتتحققش، لأن اللي بيصير في غزة إبادة، إبادة لأهلنا في غزة، إبادة أهل غزة كله إبادة. مساندة ودعم المصريين للأشقاء الفلسطينيين لم يتوقف منذ بداية العدوان، ففتحت مصر أبوابها لهم، وكانت هذه المساحة بمدينة العريش في شمال سيناء بمثابة المنطقة الآمنة لمهند وأسرته التي رافقته أثناء علاجه في مصر، مساحة لا تعزلهم ولا تفرقهم وتعيد لهم أمل الحياة بعد ما تعرضوا إليه من مشاهد مؤلمة لن ينساها العالم، ليعبروا حافة الموت وصولا لأرض النجاة. بشكرهم على الخدمات اللي قدموها لنا، وهذا اللي بنعرفه عن إخواننا المصريين. وأنا زوجي أصلا انولد في مصر، بس يعني عاش 25 سنة في مصر، بس لما أهله انتقلوا على غزة هو ما عاوش جنسية، بس كانوا انولد يعني فضلهم في غزة، بس إنه لما مرة واحدة طلعها بعد ما طلع له الجواز، يعني طلعها هنا بس انضرب. الآن بتمنى يعني إنكم تساعدوه إنه يطلع يتعالج، يعني يجي على مصر ويتعالج. وكعادتها مصر لا ولن تتخلى عن أشقائها، فخصصت ما يقرب من 100 وحدة سكنية في عمارات السبيل بالعريش لخدمة المصابين والعالقين الفلسطينيين، وتقديم الخدمات المختلفة من الدعم الإنساني والمطبخ الدائم الذي يقوم بتجهيز 1500 وجبة غذائية يومياً، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين. حقيقة احنا كنا بنتلقى المصابين في ثلاث مستشفيات، مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام ومستشفى بير العبد المركزي، واللي بيتعامل معها تعامل فني كبير، بيتم نزوحها او ارسالها الى الإسماعيلية او معهد ناصر في القاهرة. الحقيقة والمجتمع المدني بالكامل تم توفير إقامة وإعاشة لأهلنا الموجودين في حي السبيل من خلال المطعم متواجد 24 ساعة. الحقيقة منظمات المجتمع المدني، مصر الخير والأرمان ونور على نور ومصر الخير، حقيقة مش لا يدخلوا جهدا معنا في محافظة شمال سيناء. الحقيقة احنا عندنا في السبيل هنا 4 عمارات، كل عمارة فيها 24 شقة، كل شقة فيها 3 غرف وحمام وصالة، زائد ان احنا عندنا مطبخ الخير موجود في العمارة يوميا 3 وجبات وفطار عشاء الغداء. بيحصل برضو لما يبقى في أي حد من العالقين الفلسطينيين محتاج حاجة أو خدمات ممكن نوفرها عن طريق الجمعيات الأهلية. قصص وحكايات لن تمحى من الذاكرة، فالحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لم يفرق بين كبير وصغير، وروع الصغار قبل الكبار وبدل أمنهم خوفا. ومع كل هذا ستظل الجهود المصرية الإنسانية والسياسية مستمرة حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كل أخ عربي أخي، شرف دمي وجواري،
حقيقة جسدتها هذه الصورة للوحدات السكنية التي خصصت لمرافق الجرحى والمصابين والعالقين الفلسطينيين للمساعدة في تخفيف آلامهم وتوفير بيئة مدعمة بكل الخدمات التي تؤكد أن مصر لم ولن تتوانى لحظة عن الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين. محمود جميل، التلفزيون المصري.